أهلا بكم، وهذه الجولة الإخبارية الجديدة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية تتابعون فيها. تشييع جثمان الصحفي الحسيني أبو ضيف الذي لقي مصرعه خلال أحداث الاتحادية في مسقط رأسه بسوهاج. تواصل الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في محافظات المرحلة الأولى. واستقالات من عضوية حزب الوفد في محافظة قنا احتجاجا على موقف الحزب من الاستفتاء على الدستور. نبدأ الجولة من محافظة الغربية وتحديدا من مدينة طنطا. هناك أنهت المحافظة استعدادها اللازم لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ضمن محافظات المرحلة الأولى المقرر لها السبت المقبل. وقرر المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير عملية التصويت. إجمالي عدد المراكز الانتخابية بمحافظة الغربية يبلغ نحو 700 مركز موزعين على 12 لجنة عامة، بينما يبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت في المحافظة أكثر من 3 ملايين ناخب. وللوقوف على تفاصيل أكثر في محافظة الغربية والاستعداد لهذا الاستفتاء ينضم إلي عبر الهاتف سيادة المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية. سيادة المستشار أهلا بك معنا. اهلا وسهلا يا فندم. سيادة المستشار، ما اهم الاستعدادات؟ واهتمامكم والله بهذا. لا، وبرضه عايز نطمن كل المواطنين وكل المشاهدين عند حضرتك الى هدوء الحال. الحمد لله المحافظه هادئه، والاستعدادات زي ما حضرتك تفضلت تمت لله الحمد. التعاون بين القوات المسلحه وقوات الشرطه في حفظ النظام باذن الله بالنسبه لكافة اللجان الفرعية والعامة. احنا يعني لله الحمد استقبلنا يعني وفود من القوات المسلحة من المنطقة الشمالية. تم تدبير الإقامة وكل أماكن ووسائل الراحة. أيضا برضو هيبقى معانا 830 مستشار وقاضي اللي هيتولوا الاشراف القضائي على عمليه الاستفتاء. احنا زي ما حضرتك تفضلت بكل البيانات، واضافه عندنا 830 لجنه انتخابيه، زي 699 مركز انتخابي، او نقول 700 فيهم 830 لجنه انتخابيه و12 لجنه عامه، وعدد الناخبين 3 مليون ناخب تقريبا. نعم، طيب سيادة المستشار، يعني كانت هناك بعض المناطق الساخنة في محافظة الغربية، كيف تتوقع المشهد يوم الاستفتاء؟ هل الأيام الماضية من حالة الاستقطاب من الممكن أن تؤثر على هذا اليوم؟ تقترب من الحدث، يمكن الأمور إن شاء الله تختلف. يعني عل كان المسائل دي كانت موجودة فعلا، وكان الجو ساخن في الفترة اللي فاتت بحكم إن احنا يعني لم نكن الآن. أنا هنتفاعل مع الحدث، يعني لله الحمد دلوقتي هتنتظم العمليه مع وجود الاستعدادات. انا شايف ان الساحه منذ امس يعني في هدوء جيد في الساحه، وده بينبئ ان شاء الله عن ان العمليه تسير سيرا حسنا باذن الله تعالى. طيب، يعني هو طبيعه العلاقه بين الجيش والشرطه في تامين اللجان، يعني هل العمليه منوط بها الشرطه ويساعدها الجيش ام العكس؟ والله هو الحقيقة أنا لسه ما أعرفش، يعني ما أقدرش أحدد، لكن في تعاون كامل وتفاهم. النهاردة بيعقد اجتماع في المنطقة الشمالية لكل المحافظات اللي هي تابعة للمنطقة الشمالية في الأسكندرية، بكل المتخصصين القائمين على عملية الاستفتاء، من مدير الأمن ومدير الأمن بيجتمعوا مع ضباط القوات المسلحة، وبيتلقوا الخطوات بتاعهم حاليا في اجتماع تنسيقي معهم. أيضا وكيلة وزارة التربية والتعليم، وكيل وزارة الصحة، بكل التعاون مع الجهات المعنية بهذا الأمر. التربية والتعليم، لأن دي المراكز هتبقى في مدارس التربية والتعليم.
نعم. طيب سيادة المستشار، يعني في الغالب الإدارة المحلية تتهم أنها تحاب السلطة في ظروف الانتخابات وما إلى ذلك، يعني كيف يمكن توصيل وجهة نظركم وحقيقة الأمر إلى في الغالب الذين سيقولون لا أو يقاطعون الانتخابات؟ هل هناك جهود لتعريف الرأي العام بأنكم تقفون على الحياد؟ هل هناك جهود للتواصل مع الأحزاب والقوى السياسية أن الأمر يمر في سلام، خاصة في مدينة زي المحلة الكبرى؟ الإداريين في العملية الإفتاء سيكونوا من خارج المحليات، سيكونوا موظفين بتوع وزارة العدل، يعني كل قاضي هيصطحب معه سكرتارية، اثنين سكرتارية سيدة من أجل السيدات، يعني كل لجنة هيبقى هكذا لهم معاونين من وزارة العدل وليست من المحليات على الإطلاق. لا دور للمحليات في هذا الاستفتاء على الإطلاق إلا تقديم الخدمات. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية، كان معنا عبر الهاتف. ننتقل من محافظة الغربية إلى محافظة قنا، حيث قدم نحو 150 عضوا في أمانة حزب الوفد بالمحافظة استقالاتهم من الحزب اعتراضا على ما وصفوه بالسياسات غير المدروسة لحزب الوفد وموقفه من الاستفتاء على مشروع الدستور. ننتقل بعد ذلك من محافظة قنا إلى محافظة البحر الأحمر، حيث يواصل نحو 400 شاب من أبناء مدينة رأس غارب إغلاق مبنى الوحدة المحلية للمدينة لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتوفير وظائف لهم في قطاع البترول. كما قام المحتجون بمنع دخول وخروج العاملين في مطار المدينة وهددوا بوقف تصدير البترول عبر الخط المار بالمدينة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف الشاب أحمد حربي أحد المحتجين. أستاذ أحمد، هل يعني بالفعل تقومون بتعطيل مرافق المدينة الحيوية من أجل رغبتكم في التعيين بقطاع البترول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك أحمد حربي أحد شباب المنظمين في رأس غارب وأحد الشباب المفاوضين عن 150 شاب أو ما يقرب من 500 أو يمكن 1000. احنا حضرتك مظلومين بجد، احنا مجموعه شباب مظلومين بجد بجد بجد، احنا ما همشين تماما سيادتك حضرتك من اول. يعني بص كده، يعني مش عارفين نعمل ايه، والله العظيم مش عارفين نعمل ايه. احنا قافلين حضرتك الوحده المحليه مدينه راس غارب من 3 ايام، مفيش مسؤول عايز يسمعنا، مفيش حد عايز يوصل لنا اي حل. الشباب قفلت مجلس يوم الثلاث حضرتك، منع الدخول الموظفين، تمام؟ قفلت نفس النظام، في النظام امبارح قفلت المجلس، تمام؟ مفيش اي خبر من اي طيب. اي رد من اي محافظ، اي أحمد. محافظ سيادتك اللي هو محمد كامل رافض يقابل اي حد من شباب غارب. احمد ليه؟ ممكن اسالك سؤال؟ احمد انت يعني انت شايف ان التوقيت هذا مناسب؟ يعني هل انتوا اثرتوا مشكلاتكم دي قبل هذا التوقيت، ولا انتوا كما يعني ربما يسأل المواطن أنتم تستغلون هذا التوقيت للضغط على الحكومة لتوفير وظائف لكم؟ حضرتك احنا لينا مش هقول لك سنة ولا سنتين، حضرتك احنا من السنة اللي فاتت في وعود كثيرة ومسؤولين بتيجي ومحافظ بيوعد ووزير بيوعد، حضرتك مش عارفين نعمل ايه. احنا خلاص فضينا حضرتك، وزير البترول من سنه من شهر 12 اللي فات طلع قرار بنزلت اسامي ناس في شركات، الشركات البترول في راس غارب حضرتك 27 شركه او 36 شركه رافضين يدخلوا اي شاب من شباب غارب. ليه؟ حرام، الظلم ده حرام. حضرتك لسه من اسبوع او 10 ايام جايبين ناس من بره خارج المدينه ليه؟ حضرتك احنا معانا مهندسين بترول، ناس يعني ما يقرب من 54 بكالوريوس هندسه بترول. يعني انتوا عندكم كمان الشروط متوفره كمواطنين في مهندسين، يعني انتم الانسب لهذه الوظيفه، خاصه ان هناك من تحدث ان الوظائف في البترول ستكون من اهل المنطقه المحيطه بصناعات البترول وتكرير البترول. فعلا سيادتك، فعلا كل الكلام ده معروف والناس كلها عارفاه، بس احنا راس غارب الشباب بتاعها مظلومه بجد، عشان مش ناس محترمه بتطالب بحقها باحترام، بس ما مش عارفين نعمل ايه اكتر من كده. الشباب حضرتك اتصعد امبارح، طلع على خط الزيت اللي هو يعتبر اقتصاد جمهوريه مصر العربيه كله، خلاص رايحين خلاص هيفجروا الخط ده، ما حد سمع صوتهم. احنا ماشيين سيادتك، احنا ماشيين خالص. لا بس يعني انت
يعني هل ممكن توصل الامور لانك تفجر خط من خطوط البترول؟ يعني هل توصل الامور لذلك؟ شباب مفوضين، احنا هدينا الشباب دي، الشباب دي قالت احنا هنولع بعيد عن الخط، بس المره الجايه مش عارفين هتكون فين. المره الجايه مش عارفين هتكون فين. النهارده حضرتك الشباب نفس النظام، ثالث يوم يقفلوا المجلس ومنع الدخول لاي موظف في مجلس المدينه، تمام، وشغالين كل يوم في حته. يعني النهارده راحوا مطار شركه خدمات البترول الجويه، تمام، وقفلوه تماما ومنعوا اي طيارات تطلع او تخرج. اشكرك شكرا جزيلا احمد حربي، احد المحتجين من ابناء مدينه راس غارب. وما زلنا في محافظة البحر الأحمر، حيث قامت مديرية القوى العاملة بتحرير أكثر من 600 محضر تشغيل غير شرعي للأجانب. وأفادت المديرية في بيان لها أنها أصدرت خلال العام الجاري نحو 330 ترخيص عمل للأجانب. وفيما يتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور، بدأت محافظة البحر الأحمر في الاستعداد للاستفتاء على الدستور بتجهيز المقر الانتخابية واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة. وستجرى عمليات التصويت في البحر الأحمر في إطار محافظات المرحلة الثانية، وذلك من خلال 64 مقرا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف زميل الصحفي كمال رشاد. كمال، أهلا بك معنا أولا، وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد العمالة الأجنبية غير الشرعية والتي تم تحرير محاضر لها؟ بالفعل زميل أيمن، بعد تكرار محاولات الوقفات الاحتجاجية للمرشدين والمرافقين السياحيين، وهم كانوا يتضررون من العمالة الأجنبية، وها هي معلوماتهم وما تم عرضه على قناة الجزيرة تأكدت بالفعل، حيث قامت إحدى اللجان للقوى العاملة بالبحر الأحمر بالتفتيش على جميع المنشآت السياحية والقرى والفنادق، واكتشاف وجود أعداد كبيرة. تم تحرير 650 محضرا كانوا هم عمالة من الأجانب بدون ترخيص، وتم إصدار أو تقنين أوضاع 328 عمل للأجانب أيضا، وتجديد 208 ترخيص. بلغت حصيلة الرسوم المحصلة من طالبي الترخيص لعمل هؤلاء الأجانب 1,377,000 جنيه. جاء ذلك في إطار أحكام محافظة البحر الأحمر ممثلة في مديرية القوى العاملة الرقابة على تشغيل العمالة الأجنبية، وبخاصة كما ذكرنا وأسلف المنشآت السياحية. طيب، البحر الأحمر ستكون مرحلة استفتاء هي المرحلة الثانية، فهل هناك من استعدادات مبكرة لاستقبال الاستفتاء؟ بالفعل كانت هذه الاستعدادات قبل أن يتم تقسيم محافظات الجمهورية إلى مرحلتين، فبدأت بالفعل منذ أول أمس محافظة البحر الأحمر الاستعداد على الاستفتاء على الدستور، وقاموا بتجهيز المقر الانتخابية حيث يستقبل 64 مقر انتخابي على مستوى المدن الستة هنا في البحر الأحمر. عملية الاقتراع الذي يبلغ عدد الناخبين 250,000 ناخب، موزعين الزميل أيمن على 215 لجنة فرعية. أيضا مديرية الأمن رفعت درجة استعدادها للاستفتاء، كما تم تشكيل ثلاث غرف. الأولى غرفة بمحكمة البحر الأحمر، وهي يشرف عليها رئيس اللجنة الإشرافية على الاستفتاء، واللجنة الأخرى غرفة أقصد أخرى في ديوان عام المحافظة يشرف عليها القوات المسلحة، وأخيرا الغرفة الثالثة هي تابعة لمديرية الأمن ويشرف عليها شكرا أجهزة الأمن أو مدير أمن البحر الأحمر. شكرا جزيلا لك زميل الصحفي كمال رشاد، كنت معنا من محافظة البحر الأحمر. ننتقل إلى محافظة أسوان، حيث استعدت المحافظة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ضمن محافظات المرحلة الأولى بعد غد السبت. وصرح المستشار محمد فهمي رئيس محكمة أسوان الابتدائية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء بالمحافظة، صرح أن عمليات التصويت ستتم عبر 193 مركزا للاقتراع يشرف عليها 130 قاضيا. وفي الشأن الثقافي وما زلنا في أسوان، تبدأ فرقة أسوان للفنون الشعبية اليوم مشاركتها في المهرجان والمعرض الدولي لمنتجات البطاطس الذي يقام بالعاصمة السودانية الخرطوم على مدار 3 أيام تحت شعار البطاطس هي الحل. ننتقل من محافظة أسوان إلى محافظة سوهاج، حيث قام أكثر من 10,000 من أهالي مدينة طما بتشييع جثمان
الصحفي الحسيني أبو ضيف الذي لقي مصرعه في أحداث الاتحادية يوم الأربعاء الماضي. لكن قبل أن نكمل هذا الخبر نعود إلى الخبر الخاص بالشأن الثقافي في محافظة أسوان اللي تحدثنا عنه، عن أن فرقة أسوان للفنون الشعبية بتشارك في المهرجان والمعرض الدولي لمنتجات البطاطس الذي يقام بالعاصمة السودانية. معنا الأستاذة زينب مدني مدير عام الثقافة في محافظة أسوان. أستاذة زينب أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. عرفينا فندم الأول بمهرجان البطاطس ومشاركة الفنون الشعبية فيه وأهميته. هو حضرتك يمكن العلاقات الثقافية الخارجية اختارت الهيئة العامة لكسور الثقافة أن هي عايزة فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك في فعاليات مهرجان ومعرض البطاطس الدولي، وده هيتم في العاصمة السودانية الخرطوم إن شاء الله في الفترة من 13/12 ل15/12، وبعدها برضو نفس الفرقة هتكمل وهتشارك في مهرجان السياحة والتسوق السادس اللي برضو هيتم إقامته في السودان بس في مدينة بور سودان. ده بيتم في الفترة من 15/12 ل22/12، ويمكن الفرقة هتشارك بعدد حوالي 17 عضو وعضوة من أعضاء الفرقة في أسوان. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة زينب مدني مدير عام الثقافة في محافظة أسوان، شكرا جزيلا لك. ونتحول مرة أخرى إلى محافظة سوهاج ونستكمل هذا الخبر، وأعيد يعني عنوان الخبر مرة أخرى، حيث تحدث الخبر عن تشييع جثمان الصحفي الحسيني أبو ضيف الذي لقي مصرعه في أحداث الاتحادية يوم الأربعاء الماضي، وشارك في الجنازة أكثر من 150 صحفيا صاحبوا الجثمان من القاهرة إلى سوهاج. وطلب والد الحسيني من المشيعين التزام الهدوء وعدم استغلال الجنازة في أغراض سياسية. ننتقل بعد ذلك إلى محافظة الأقصر، حيث قال عادل الدهان رئيس الإدارة المركزية لمطار الأقصر الدولي إن هناك حالة من الثبات في أعداد السائحين الوافدين على المدينة، وأكد أن نسبة الانخفاض في الحركة السياحية التي تأثرت بالأحداث السياسية الراهنة لم تتجاوز 5%. وأضاف الدهان أن مطار الأقصر الدولي استقبل خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر أكثر من 7600 سائح. للمزيد من التفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ ثروة عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر. سيد ثروة أهلا بك معنا، هل يمكن توصيف الموسم السياحي خلال فترة أعياد الميلاد بالطبيعي أم أنه تراجع عن المعتاد؟ الأول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكركم على هذا الاتصال، ولكن لابد أن نقول الحقيقة، لاني الحقيقه اكثر الطرق اللي ان احنا نعرف ايه اللي جاري في البلد. بالنسبه للي بيقولوا ان السياحه لن تتاثر، هذا كلام مخالف. السياحه تاثرت كثيرا بعد الاحداث بعد الاعلان الدستوري، تمام؟ لاني احنا كنا راجعين من مؤتمر لندن في فبراير، في اوائل فبراير، تمام؟ وكانت النتيجة مبشرة جدا بعودة السياحة الإنجليزية بقوة إلى مدينة الأقصر، تمام؟ ولكن فوجئنا عند صدور الإعلان الدستوري أن الحجوزات التي وصلت هي التي كانت معدة من قبل، وأن في نسب بسيطة في الإلغاءات، لكن بدأ ما فيش حجوزات جديدة في أواخر ديسمبر ملحوظة للشركات السياحية كي نطمئن. لكن نسبة الإقبال في نهاية ديسمبر اللي هو كريسمس السنة أقل بكثير من أي عام مضى. طيب يا أستاذ ثروت، هل الأحداث السياسية وحدها هي التي تؤثر على الحركة السياحية في المحافظة أم أن هناك أسباب أخرى مسؤولة عن ذلك؟ أول سبب عندما لا يكون هناك استقرار سياسي في أي دولة، تمام، يؤثر بالسلب على السياحة. عدم الاستقرار السياحي والأمني رقم واحد، ولكن احنا غير مستقرين سياحيا، سياسيا رقم واحد، فده بيأثر بالسلب على صناعة السياحة. انت لما تسمع ان في مظاهرات في اي دولة هل هتسافر سيادتك؟ تمام، طبعا لا، لما انا اشوف ان البلد مش مستقرة مش هسافر. فالكثير بيحجب عن عدم السفر الى مصر حاليا بسبب
طيب تعتقد يا أستاذ ثروت أن نجاح عملية الاستفتاء كما نجحت انتخابات رئاسة وانتخابات البرلمان ولم تحدث هناك أي مشكلات وكانت الأمور في مرت بسلامة ونزاهة وشفافية وشهد لها الكثير من المؤسسات الدولية، هل ذلك ممكن أن ينعكس على السياحة؟ ممكن ينعكس بالإيجاب، ينعكس إنعكاس إيجابي للسياحة لو مرت الأمور كويسة والتصويت دي كويس ما فيش مشاكل، ده بالتأكيد سوف يؤثر بالإيجاب على صناعة السياحة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر. أتحول بكم الآن ولكن ما زلنا في محافظة الأقصر أولا قبل أن نتحول إلى محافظة أخرى، حيث أعلن عدد من قضاة المحافظة رفضهم المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور. وقال المستشار أسامة الرشيد رئيس محكمة الأقصر الابتدائية إن اجتماع الجمعية العمومية لقضاة الأقصر شهد رفض 42 قاضيا مقابل موافقة 3 قضاة فقط الإشراف على الاستفتاء، كما قرر النادي استئناف العمل بالمحاكم اعتبارا من يوم السبت المقبل. ننتقل من محافظة الأقصر ونختتم بها الجولة إلى محافظة أسيوط، حيث تم تشكيل غرفة عمليات بمحكمة أسيوط لمتابعة وإدارة عمليات الاستفتاء على مشروع الدستور التي تجرى بعد غد السبت ضمن محافظات المرحلة الأولى. وقال المستشار طه درويش رئيس محكمة أسيوط الابتدائية أنه سيتم تخصيص 3 موظفين من العاملين بالمحاكم والنيابات لمعاونة عضو القضاء في إدارة عمليات التصويت داخل اللجان، وذلك بإجمالي 1700 موظف. في ذات السياق عقد اللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير أمن أسيوط اجتماعا مع القيادات الأمنية بالمحافظة لوضع الخطة النهائية لتأمين مقرات الاستفتاء على الدستور. كان هذا هو آخر خبر معنا في هذه الجولة، ولكن قبل أن نختتم هذه الجولة ينضم إلي عبر الهاتف للمزيد من التفاصيل سيادة اللواء حسن سيف مدير إدارة المباحث الجنائية في محافظة أسيوط. سيادة اللواء أهلا بك معنا. نود أن نتحدث معك سيادة اللواء عن الاستعدادات الأمنية للاستفتاء على مشروع الدستور. والحمد لله تم إجراء لقاء مع السادة الضباط والأفراد المشاركين في عملية الخدمة لمعرفة قيادة المديرية وإبلاغهم بالتوجيهات وبالحيد اللجنة وعدم الدخول إلى مقر اللجان وتأمينها من الخارج وملاحظة الحالة بالمناطق المحيطة بها وتوفير الجو الأمني الهادئ للعملية إجراء عملية الاستفتاء المطلوبة. وتم تكثيف الخدمات والوزارة قدمت وبعثت أعداد وفيرة من السادة الضباط والأفراد للمشاركة في العملية الأمنية بإذن الله تكون على أكمل وجه إن شاء الله. طيب يا فندم بالنسبة لخارطة التأمين، هل هناك مناطق ساخنة في أسيوط يتم الاستعداد لها بشكل مختلف عن المناطق التي تعتبر هادئة؟ هو بإذن الله تم توفير العملية الأمنية بالكامل للمحافظة مع تعزيز بعض اللجان أو مع تعزيز بعض المناطق بما يتناسب معها من طبيعة ومعلومات موجودة. طيب يا فندم الحمد لله العملية هادئة عندنا الحمد لله في أسيوط وتمر بنجاح، والحمد لله الفترة اللي فاتت كانت أسيوط من المحافظات المميزة في تنسيق ما بين كافة الأطراف المشاركة في والموجودة على الساحة حاليا ما بين هدوء الحالة ما بين تنسيق في المسيرات. الحمد لله الجو الأمني هادئ إن شاء الله. طيب فندم بالنسبة لتقسيم الأدوار بينكم وبين القوات المسلحة على أي أساس؟ تمام في تنسيق كامل، وبالعكس كان يمكن كنا الحمد لله في تم عقد لقاء ما بين قيادة المديرية وقيادة المنطقة الدموية العسكرية هنا في أسيوط، وتم التنسيق على كافة الأدوار من ملاحظة الحالة قبل بدء عملية الاستفتاء وخلالها وعقب الانتهاء، وتم التنسيق على كافة النقاط الخاصة أيضا. سيادة اللواء حسن سيف مدير إدارة المباحث الجنائية بالمحافظة،
يعني نسمع عن يعني بعض الأصوات التي تهدد بعدم إتمام عملية الاستفتاء وأنها محاطة بالخطر وما إلى ذلك، هل وصلكم أي معلومات عن ذلك في محافظة أسيوط؟ إن شاء الله بنتعهد أمام الجميع بإذن الله بإتمام العملية الانتخابية بإذن الله بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، بالجهود المبذولة بتوفير الأمن لكافة المواطنين كافة أطيافهم وكافة اتجاهاتهم، كل للإدلاء بصوته في جو هادئ بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء حسن سيف مدير إدارة المباحث الجنائية في محافظة أسيوط. نختتم هذه الجولة الإخبارية التي كانت في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية على رأس الساعات، وفيكم الزميلة دينا موسى بموجز لأهم وآخر الأخبار، فابقوا معنا. إعلامية متميزة، أول مركز من نوعه، مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، دورات نظرية وعملية وعبر الإنترنت، دبلومات إعلامية متخصصة، الخيار الأول للمحترفين والهواة على حد سواء. مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، بيئة متكاملة للإبداع.